لكن هقف عند خبر مهم جدا خاص بالنادي الاهلي، واكيد طبعا مشاركه طيبه لبعثه سله النادي الاهلي، بيصلوا بالسلامه اكيد من تنزانيا. لكن رئيس البعثه الباشمهندس محمد سراج عضو مجلس الاداره اكيد كان موجود مع البعثه وكان وش حلو عليهم، وكمان يعني هو كمان معانا على التليفون علشان نعرف منه اكتر واكتر عن وصوله بعد ما شارك مع النادي الاهلي او كان موجود مع النادي الاهلي في مشاركه في تنزانيا. النادي الاهلي رجع منصور كالعاده الحمد لله. باشمهندس محمد برحب بحضرتك. ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ ايه الاخبار، كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله على السلامه. ليك الله يسلمك كل الساده المشاهدين على قناه النادي الاهلي. يعني وشك حلو دايما على النادي الاهلي، بتكون موجود في اي بعثه من بعثات النادي الاهلي دايما بترجع الحمد لله منصور، والنادي الاهلي دايما بيتوج بفوز. كلمني بقى عن النادي الاهلي وفريق كره السله وازاي كانت الاجواء هناك، وطبعا كنت شايف ان سياده السفيره كانت مرحبه جدا بحضرتك وبعثه النادي الاهلي. والله يا عمر يعني بشكرك طبعا على الكلام الجميل ده. الحمد لله يمكن ربنا كان موفق يعني البعثه في البطوله، رجعنا الحمد لله يعني مبسوط فيها الحمد لله، واللعيبه كانوا على قدر يعني اسمه مكانه النادي الاهلي الحمد لله، ادوا بطوله بصراحه ما كانتش سهله، يعني يمكن كان تخيل للناس ان هي سهله لكن البطوله ما كانتش سهله، كان فيها فرق قويه. مباراه قبل النهائي يمكن كانت مع فرقه من رواندا، بطل رواندا بتضم حوالي 4 أو 5 محترفين منهم 2 محترفين من امريكا. المباراه النهائيه كانت مع سموحه برضو فرقه قويه الحمد لله، هم بيلعبوا لاخر نفس والاخر ثانيه، كان اخر جيمين دول احنا كنا يمكن متاخرين فيهم، بس لحد الدقيقه الاخيره قدرنا ان احنا نرجع للجيم ونكسب. فدي دايما روح النادي الاهلي الحمد لله، يعني ده اللي بيميز النادي الاهلي دايما عن باقي الانديه هي الروح. الاجواء هناك ما كانتش سهله كجو كرطوبه كانت عاليه جدا، ملاعب طبعا او الملعب اللي قد عليه جدا، لكن الحمد لله هم اجتازوا كل الكلام ده وقدروا يرجعوا بالكاس الحمد لله، وطبعا النجاح الكبير ان هم يتاخروا النهائي. يعني اكيد المباراه النهائيه كان ليها طابع خاص، يعني بتواجه فريق مصري اكيد يعني كانت الاجواء مختلفه، ان انت بسم الله ما شاء الله تصعد ضمن او تفوز على اكبر عدد من الانديه الافريقيه، وزي ما حضرتك قلت كان فيها لعيبه محترفه وبالتالي الموضوع ما كانش سهل، لكن مباراه نهائيه اكيد طبعا شرف لمصر وجود 2 من الانديه المصريه اللي موجوده، لكن كمان كان في اجواء خاصه، اكيد مباراه ما كانتش سهله وبالتالي كانت يعني عايز اقول ايه ان هي منافسه، كانت بدل ما كانت جوه مصر كانت بره مصر. مظبوط مظبوط طبعا، يعني المباراه كانت احنا طبعا بنبقى اكيد سعداء لما اي بطوله قاريه في اي لعبه يكون نهائي مصري، حاجه بتكون طبعا طيبه جدا. النهائي كان مصري وكان يمكن الناس المهتمه هناك في البلد بلعبه الباسكت، وكان هي بتيجي تحضر كل المباريات، كانوا برضو حاضرين بشكل قوي في المباراه النهائيه دي اللي كان فيها الاهلي وسموحه، كانوا مستمتعين بالجيم ما بين الفريقين، ادوا فعلا مباراه قويه جدا الناس كلها استمتعت بيها، وفي الاخر الحمد لله كانت من نصيب النادي الاهلي. زي ما انت بتقول كده عمر، بيبقى في ساعات ممكن حساسيات في المباريات اللي هي ما بين مثلا فرقه مصريه او فرقه حتى فرق العربيه، لكن في النهايه الحمد لله النادي الاهلي بيبقى يعني نفسيا وفنيا بيتعامل مع الحاجات دي بخبرات يمكن الحمد لله اكتر او اكبر من اي حد ثاني، فده اللي رجح كفه النادي الاهلي في المباراه النهائيه. والحمد لله يعني انا حابب اشكر طبعا اللعيبه والجهاز الفني، لعبوا فعلا بروح وباصرار وكانوا يعني قادرين يمثلوا النادي الاهلي. وبرضه عايزين نشكر طبعا السفيره المصريه هناك، هي كانت معانا بصراحه طول الوقت. انا شفت يمكن انت يعني انا شفت بالظبط زي ما قلت لحضرتك في الاول، شفت كل الصور اللي كانت موجوده على كل مواقع التواصل الاجتماعي وكمان على كل الصحف، ان هي فعلا كانت مرحبه بحضرتك وبعثه النادي الاهلي كلها، وده كمان اكيد سهل من وجود النادي الاهلي في تنزانيا. حضرتك عارف الاجواء اكيد في افريقيا مش زي مصر، لكن وجود سياده السفيره اكيد سهل كتير. طبعا طبعا الحمد لله، هو يمكن يعني دايما تواجد النادي الاهلي الحمد لله في مناسبه او في اي بلد يعني بيكون يعني بيبقى فيه اهتمام، يعني سواء من الناحيه طبعا الدبلوماسيه او حتى من الناحيه الاداريه، يعني كان الرئيس الاتحاد التنزاني يعني كان على طول مهتم وكان سعيد بتواجده او بسؤاله دايما على احوال بعثه النادي الاهلي، برضه نفس الوضع للسفيره المصريه استاذه نادين سعيد مشكوره كانت معانا طول الوقت، وحتى الاوقات اللي ما كانتش بتيجي فيها الماتشات كانت بتتكلم
في التليفون وبتطمن الفريق عمل ايه، وجت النهائي حضرت معانا وعملت دعوه، ويعني بصراحه كان في مسانده الحمد لله يعني معنويه ونفسيه من كل الجهات، والحمد لله في النهايه كانوا هم اللعيبه قدروا يحققوا الهدف. باشمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره نادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، دايما وشك حلو ومع النادي الاهلي في كل البطولات، والف الف مبروك للنادي الاهلي.